نعم، بدأت الجلسة، جلسة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية. الوفود وصلت إلى العاصمة باكستانية، بعضها وصل ليلة أمس وبعضها وصل صباح اليوم، إلا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد وصل قبل أمس والتقى برئيس الوزراء الباكستاني وعدد من المسؤولين الباكستانيين، وتناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المسؤولين الباكستانيين ضرورة التعاون بين باكستان ومصر وبين باكستان ودول العالم الإسلامي في عدة ملفات. واليوم أيضا كان قد تحدث رئيس منظمة التعاون الإسلامي عن بدء دعم الاقتصاد وصندوق الاستئمان الأفغاني المخصص من قبل منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشعب الأفغاني لتجنب الكارثة الإنسانية في أفغانستان. إضافة إلى ذلك، هناك عدة ملفات كانت قد تحدثت عنها الرئاسة الباكستانية ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سوف يتم مناقشتها في هذه الجلسة، أهمها الوضع في فلسطين وكشمير وبقية الدول الإسلامية التي تعاني من حروب وأوضاع صعبة مثل أفغانستان وليبيا واليمن والسودان والصومال. إضافة إلى ذلك، سوف يتم اليوم إلقاء خطابات من قبل وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وسيشارك يوم غد الوزراء الخارجية في يوم باكستان في 23 من مارس في العرض العسكري المقرر في 23 من مارس يوم غد، ومن ثم سوف يتوجه تغادر هذه الوفود باكستان إلى دولهم. نعم.